بسم الله الرحمن الرحيم. احنا رابطة اهالي المعتقلين بالاسكندرية. الاسكندرية فيها حوالي اكتر من 2500 معتقل في اماكن الاحتجاز المختلفة، حوالي 2000 منهم في سجن برج العرب. كل هؤلاء المعتقلين كانت جريمتهم الوحيدة انهم بيدافعوا عن حريتهم وعن حقوقهم وكرامتهم، فنتيجة لذلك سلبت منهم حريتهم وتعرضوا لشتى انواع التعذيب، بداية من القبض عليهم وإخفائهم قسريا لمدة طويلة وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إلى أن تم احتجازهم في أماكن احتجاز غير آدمية انتهكت فيها كل أنواع حقوقهم وحريتهم، وأيضا انتهكت فيها حقوق ذويهم عند زيارتهم في الزيارات المختلفة. من أبرز هذه الانتهاكات الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون المختلفة، أدى إلى مقتل حوالي 8 بالإسكندرية فقط نتيجة لهذا الإهمال الطبي. منهم نذكر الشاب مهند الذي أصيب بمرض السرطان داخل سجن برج العرب، وأدى الإهمال الطبي وتعنتهم في محاولة الكشف عليه أو محاولة علاجه، أدى إلى أن المرض وصل به لدرجاته الأخيرة مما أدى إلى وفاته. عندنا أكتر من 600 معتقل مصاب بأمراض مزمنة. إحنا الآن بنحاول ندافع عن حقوقهم وحريتهم حتى لا يكون هناك محمد آخر. فوجئنا إحنا أهالي ومعتقلي سجن برج العرب بمذبحة داخل سجن برج العرب قامت بها بعض من القوات الخاصة من مصلحة السجون، مصاحبة لها بعض من قوات مباحث سجن برج العرب وبعض من القوات الخاصة بمذبحة داخل السجن قامت على أثرها انتهاكات لكافة حقوق الإنسان داخل السجن، حيث قاموا بالآتي: أولا تفتيش الزنازين بشكل مهين، قطع الكهرباء عن الزنازين وإلقاء المياه داخل الزنازين، تجريد المعتقلين من ملابسهم وأيضا إجبارهم على المشي حفاة والزحف على بطونهم، اقتحام الزنازين بالكلاب البوليسية والاعتداء على المعتقلين بالقصف والسب، أيضا اختطاف عدد من معتقلي أحد القضايا العسكرية وإخفائهم وتهديد باقي المعتقلين بترحيلهم وعدم معرفة وإخفائهم وعدم معرفة ذويهم بأماكن احتجازهم. وأخيرا نحمل نحن أهالي وأسر المعتقلين إدارة سجن برج العرب بمسؤوليتهم الكاملة عن سلامة المعتقلين ووقف هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونعلن أنه لن تسنينا أي انتهاكات أو اعتداءات عن المطالبة بحرية وحقوق هؤلاء المعتقلين وكرامتنا خط أحمر. بسم الله الملك الحق العدل. نبدأ اليوم تدشين رابطة أهالي المعتقلين بالأسكندرية للمطالبة بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين السياسيين الذين قيدت حريتهم بدون وجه حق وبقضايا ملفقة من الأمن الوطني، والتعنت باستمرار الحبس الاحتياطي والحكم عليهم بأحكام جائرة ليس لها سندا قانونيا، واحتجازهم في أماكن غير آدابية يعانون فيها من ظروف غير إنسانية تنتهي كافة حقوق الإنسان المتعارف عليها، مثل الإهمال الطبي المتعمد من إدارات السجون وما طالب مهند شهيد سجن برج العرب منا ببعيد. وبناء عليه ندين اليوم هذه الانتهاكات ونطالب بالإفراج الفوري والسريع عن جميع معتقل الرأي والفكر، ولحين حصولنا على مطلبنا سنرصد كل الانتهاكات الغير آدمية في حق المعتقلين، وسنعلن بها العالم أجمع، ونقدمها لكل الجهات القانونية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل الحوافل الدولية. لن نترك ذوينا هكذا خلف الأسوار، فالحرية حق غير مشروط وكرامة ذوينا خط أحمر.